هذه مال مسيل الدموع. اثناء ما كان الباب مفتوح كنا نشيل بالمتظاهرين والاسعاف مليانه جرحى. اثناء ما طبقت الباب اجت هنا. ما ان خطوره حاطيننا ويا الاداريين. احنا نريد نشوف الاداريين اكو اداري يشيل مريض يشيل جرحى. كسروا السيارات مالتنا مال الاسعاف. شنو السبب؟ ومنعونا بنقل الجريح. ما خلونا ننقل الجريح الى المستشفى. يعني حديثكم ويا القوات الامنيه؟ ويا القوات الامنيه يعني بدون لا حديث ولا هاي قبل يعني ضرب. يضربون بيك؟ قبل ضرب بالبدايه قاز مسيل الدموع وبعدين ضربونا بالصجن. وبعدين طلق حي. الشغب دائما شو اسمه يتعرضون لنا جماعه الاسعافات لا تشيلون المتظاهرين ويضربون بالاسعافات والاخر شيء من يعني فضوا التظاهرات كضوني انا جماعه الشغب كضوا الاسعاف كسروها وضربوني وضربوا المسعفين عبالهم هم اكو جريح بالاسعاف كسروا الجام مال السياره مال الصاله قالوا لي افتح السياره رموا غازات ورموا اطلاق حي بالهواء او سواء يعني اكو ناس اجتنا مصابين اصابه بطلق حي. نعم. بتعرف سائق الاسعاف والمسعف او كادر الطبابه مكان الحدث مكان الحدث كلهم متواجد هنا. نعم. الجيش يعني اكدوا علينا انه من وصلوا يمنا ظلوا ينطقون علينا بكلمات في غنى عنها احنا غير لائقه اكيد يعني هي ما تلفظ اساسا ما تلفظ يعني اولا يعني خلينا نقول فتشي من عندنا انه احنا خونه.